وللحديث أكثر عن وضع الأطفال في العراق في ظل انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الطمر الصحي، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. حياكم الله أستاذة ثائرة. أهلا وسهلا وحياكم. أهلا بك أستاذة ثائرة. نسبة كبيرة من أطفال الديالة وغيرها من المحافظات باتوا اليوم يعتاشون على النبش في مواقع الطمر الصحي. بداية، ما هي العوامل التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة في بلد يسبح على بحيرة من النفط؟ طبعا هاي الظاهرة الخطيرة طبعا هي ليست جديدة، هي من عام 2003 منذ استلام الحكومات المتعاقبة أدت هذه الحكومات بتصرفاتها الشنيعة والظالمة إلى أن هذه الظاهرة أوجدتها ظروف اقتصادية من خلال تلك الحكومات المتعاقبة، وأيضا غياب فرص العمل دفع الكثير إلى انخراط في جيوش في هذه الجيوش من النبش في النفايات. طبعا الذين يبحثون عن لقمة العيش بين أقوام هذه الأقوام متجاهلين المخاطر الصحية. طبعا كلنا نعرف الروائح والغازات الكريهة السامة في هذه المناطق المنتشرة فيها النفايات، وأكثرها يعني في محافظات ديالى وموصل وكريت. رغم امتلاك العراق من احتياط كبير من النفط والغاز، تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن نسبة 25% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تفقد إحصائيات صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة بأن 23% من الأطفال العراقيين والذي يقدر عددهم بثلاثة إلى أربع ملايين يعيشون في فقر متقن، يعني ضمن دخل جدا قليل. ورغم كل هذا الخير وما وهبه الله لأرض العراق من ذهب أسود ومعادن وغير ذلك، كثير من الأطفال وكبار السن يعتاشون على نبش هذه المواقع من النفايات ومواد بلاستيكية ومخلفات. نعم. التقارير الأممية تؤكد أن ما نسبته 4.18% من أطفال العراق هم بالفعل موجودون في سوق العمل. يعني إلى أي مدى يعارض هذا الواقع الذي يعاني منه أطفال العراق يعارض دستور عام 2003 الذي بطبيعة الحال اتفق عليه شركاء العملية السياسية وقالوا إنه سيجلب الرفاه لكل طبقات الشعب وعلى رأسها طفولة العراق؟ نعم، طبعا تشريع قانون حماية الطفل أو غيره من القوانين لا يعني بالضرورة في العراق العمل به. كثير من القوانين النافذة الآن هي معطلة وغير فعالة بسبب الفساد المالي والإداري. طبعا الدستور العراقي ألزم عام 2005 سلطات الدولة مادة 30، الكل يعرف منها، لأن توفر للفرد والأسرة وخاصة الأطفال الضمان الصحي والاجتماعي ومقاومة الأساسية للعيش بحياة حرة كريمة. كانت طبعا الآمال عريضة في أن الواقع سيتغير بشكل ملموس وجذري باتجاه تحسين الواقع المعيشي للفرد والأسرة وخاصة الأطفال، حيث تعالت كثير من الأصوات المؤيدة للقرار القوانين التي من شأنها أن تحول الأحلام الدستورية إلى واقع عملي يتمثل ببرامج وسياسات حكومية قادرة على مواجهة المشاكل التي تعترض الطفولة البريئة في العراق وترسم مستقبل لائق للجيل الجديد. بيد أن الواقع يقول غير ذلك، فلا البرلمان بادر إلى إقرار قوانين قادرة على تحقيق ما تقدم، ولا الحكومة تنبت برامج من شأنها أن تعيد الأمل لأطفال العراق ليعيشوا حياة طبيعية بعيدة عن المشاهد التي ألفوها بشكل يومي والتي تتلخص بالمعاناة في كل شيء. الأطفال معرضون أكثر من غيرهم للإهمال الحكومي المركب، صار بسبب تردي الواقع الخدمي بشكل عام في العراق، وأيضا ترى بتراجع المقومات الأساسية لضمان حياة حرة كريمة للطفل، كما أنهم معرضون للاستغلال بكل صور يعني من هذه الظواهر البشعة. في وقت السلم ووقت الحرب، الحد سواء الجماعات المسلحة التي تعاقبت في العراق كانت ولا تزال تنعش أعمالها الإجرامية بتجنيد الأطفال، أن يكون جل ضحاياهم من الأطفال في ممارسة أعمال القتل والتهجير القسري وغيرها. طبعا يجب أن تكون القوانين والسياسات الرامية لخلق ودعم بيئة
آمنة ونظام حماية قوي متوفر حول الطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذا من ناحية. نعم. أيضا ما هو الدور لربما الذي تلعبه الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة بعد عام 2003 على واقع أطفال العراق؟ طبعا الصراعات السياسية بالعراق في العراق ومنذ عام 2003 كان لها التأثير الكبير على المجتمع وبالذات الأجيال، حيث بات استغلال الأحداث يعني جيل الأحداث للترويج لجرائم. فقد لوحظ من خلال تقارير أجهزة الأمنية أن العصابات الإجرامية كثيرا ما تستغل الأطفال لارتكاب جرائم للترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية وشيوع ظاهرة التسول باستخدام الأطفال في قيام بهذه المهمات، تعرض الأطفال لاعتداءات الجنسية وإجبارهم وأغوائهم لارتكاب أعمال غير أخلاقية، الجهل أيضا وانحسار المستوى التعليمي للطفل وقلة المدارس، طبعا أيضا انتشار ظاهرة التعليم الأهلي وخاصة المكلف بالنسبة للأسر المتعففة ينتج عنها هجرة الأطفال من المدارس إلى سوق العمل أو غيره، شيوع ظاهرة الاستغلال الاقتصادي الأطفال إذا اضطر العديد من الأطفال إلى العمل في سن مبكرة، أيضا تعاطيهم مواد خطرة على الطفل مثل التدخين والخمور وغيرها، وضعف الوعي لا سيما في الجوانب الثقافية والحضارية، ولهذا نجد الأطفال شديدي التأثير بالثقافات المستوردة وقليلي المعرفة بالثقافات العراقية والإسلامية. نعم أستاذة ثائرة، يعني ما تأثير ذلك الذي ذكرتيه والذي تفضلت به على بنية المجتمع العراقي بشكل عام؟ طبعا له تأثير كبير. احنا كما تعلم الأطفال هم أجيال المستقبل، والدول والمدن تبنى بهم، فهم الجيل الصاعد. الحكومة العراقية المتعاقبة كانت ملتزمة دائما في تقديمها للوعود من حيث انه والتزامات تجاه الشعب بجميع فئاته. اليوم هي متناقضة كل التناقض، يعني الطفل اصبح أداة وهو ضحية هذا المجتمع اللي اسستها الحكومات المتعاقبة على أساس الدمار والفقر والظلم والاضطهاد والتهجير والنزوح. يعني كثير من الأطفال اليوم في المخيمات يعانون الويلين، يعانون قلة الأكل، البرد، الحر. عندنا نسب كبيرة من أطفال في المخيمات، هناك مرضى، هناك متوفون بسبب البرد اللي دائما موجات البرد اللي تحصل خاصة في الإقليم. نعم. نعم، إذن كنت ضيفتنا عبر الهاتف الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي، شكرا جزيلا لك.